السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، اليوم عندنا معادلة الموجة الكهرومغناطيسية، معادلة الموجة الكهرومغناطيسية إلكتريك ويف. طبعاً أول شيء هو اللي اكتشفه العالم ماكسويل، اللي اشتقها هو العالم ماكسويل، تعتمد على مبدأين أساسيين. المبدأ الأول يقول إن المجال الكهربائي المتغير مع الزمن في الفضاء ينتج عنه مجال مغناطيسي عمودي عليه ومتفق معه في الطور، يعني نفس الطور. إذا عندنا المجال الكهربائي ينتج مجال مغناطيسي عمودي عليه ومتفق معه في الطور. المبدأ الثاني يقول إن المجال المغناطيسي المتغير مع الزمن ينتج مجال كهربائي يكون أيضا عمودي عليه وعليه وكذلك بنفس الطور. إذن المجال المغناطيسي ينتج مجال كهربائي، بالتالي عندنا مجال كهربائي ينتج مجال مغناطيسي، ومجال مغناطيسي ينتج مجال كهربائي. شنو اللي يقصده؟ لنفرض عندنا هذه المحاور، عندنا هذه المحاور، هذه مسافة الموجة، مسافة الموجة هذه شنو؟ لنفرض هذا الحقل الكهربائي، الحقل اللي راح نرمز له بي، وهذا الحقل المغناطيسي اللي نرمز له كذلك بأم أو أتش. بالتالي شنو اللي راح يصير؟ لنفرض أن هذه المسافة الحقل الكهربائي راح يتغير بهذا الشكل، وكذلك المجال المغناطيسي يتغير بهذا الشكل. دائما يكون عمودي، يعني أي مجال منهم يكون عمودي مع الثاني. كذلك هم متفقين بالطور، يعني بنفس الطور. كذلك ينتشرون في الفضاء. طبعا وجد العالم ماكسويل أن سرعة انتشار الموجة يساوي 3×10^8 متر على ثانية، وهو نفس سرعة الضوء. أما المجال المغناطيسي في الأوساط المادية، أو لنفرض المجالين الكهربائي، يعني سرعة الموجة في الأوساط المادية يعني راح تعتمد على الخواص المغناطيسية والكهربية للوسط اللي تنتقل به، وبالتالي يبدأ عندنا الإي يساوي لي. هذا الآي أمثله بوحدة متجه اللي هو إي نوت إكسبونينشال آي أوميجا تي زائدين كي زد. طبعا الاكس هاي باتجاه محور اكس، وعندي الاتش يساوي الجي اتش نوت، كذلك اكسبونينشال هاي اتش نوت ار اوميجا تي، كذلك زائدين كي زد، وهذا باتجاه محور واي. وبالتالي يكون انتشار الموجة باتجاه محور زد
باتجاه محور زد، وبالتالي أقدر أشتاق معادلة الموجة، أقدر أشتاق معادلة الموجة بدلالة من؟ بدلالة المجال الكهربائي، معادلة الموجة العامة بدلالة المجال الكهربائي. طبعا هسه رجاء ركزوا وياي لين راح ابدي. انا عندي الضل كروس اي يساوي لي ماينس بارشال بي الى بارشال تي الى بارشال تي، ويساوي لي ناقصا ميو بارشال اتش الى بارشال تي الى بارشال تي. هسه ناخذ التفاف الطرفين، ناخذ التفاف الطرفين. ليش اخذت الالتفاف؟ لانه كميه متجه، لانه كميه متجه، وبالتالي راح يبقى عندي دول كروس دول كروس اي كروس اي يساوي لي ماينس بارشال الى بارشال تي دول كروس بي دول كروس بي، ويساوي لي ماينس ميو بارشال الى بارشال تي دول كروس اتش دول كروس اتش. طبعا راح انطي متطابقه رجاء تحفظونها، انطي متطابقه رجاء تحفظونها، اللي هي دول كروس دول كروس اي. شنو يساوي لي؟ يساوي لي دول نا دول دوت اي ماينس دول سكوير اي. هذا رجاء تحفظونها، رجاء تحفظونها. وبالتالي عندي دول دوت دول دوت دول دوت اي ماينس دول سكوير اي يساوي لي ماينس ميو ماينس ميو بارشال الى بارشال تي جي زائدين بارشال دي الى بارشال تي. هسه تقولون هذه منين اجت؟ هسه تقولون هذه منين اجت؟ شباب الدل كروس اتش يساوي لي جي زائد بارشال دي الى بارشال تي. هذه هي احد معادلات ماكسويل، هذه احد معادلات ماكسويل. زين انا عندي الجي يساوي لي الجي في الاي، يساوي لي الجي في الاي، كذلك الدي شو تساوي لي؟ تساوي لي السماحيه في الاي، تساوي لي السماحيه في الاي، وبالتالي عوضهن كل واحد كل واحد في مكان. إذن دول دوت دول دوت اي ماينس دول سكوير اي تساوي لي ماينس ميو ماينس ميو بارشال الى بارشال تي بارشال الى بارشال تي جي اي جي اي زائد ابسلون. الابسلون هو ثابت، اذا اخذ جبر بارشال اي الى بارشال تي الى بارشال تي، ويساوي لي ماينس ميو جي ماينس ميو جي بارشال اي الى بارشال تي ماينس ميو ابسلون بارشال سكوير اي على بارشال تي سكوير على بارشال تي سكوير. زين اذا طبقت هذه اذا طبقت هذه المعادله على فضاء شحنته طليقه حره، بحيث شنو؟ بحيث انه الدل دوت اي يساوي لي صفر، بحيث الدل دوت اي يساوي لي صفر يصفر. ايش راح نحصل؟ راح نحصل على فضاء خالي من الشحنات، راح نحصل على فضاء خالي من الشحنات.
معناته الدل دوت اي يساوي لك رو على ابسلون ويساوي لك صفر، ويساوي لك صفر ليش؟ باعتبار ان الرو تساوي صفر لان الفضاء خالي من الشحنات، وبالتالي هذا راح قيمته تصير صفر، قيمته تصير صفر. اذا ماينس دل سكوير اي يساوي لك ماينس ميو في الجي بارشل اي على بارشل تي ماينس ميو ابسلون بارشل سكوير اي على بارشل تي سكوير على بارشل تي سكوير. هذا انقله لهنا واصفر المعادله، واصفر المعادله. اذا دل سكوير دل سكوير في الاي ماينس ميو جي بارشل اي الى بارشل تي تساوي لي ماينس ميو ابسلون بارشل سكوير اي الى بارشل تي سكوير ويساوي صفر، وهو المطلوب اثباته، وهو المطلوب اثباته. هذه شنو؟ هذه معادلة الموجة، معادلة الموجة. وين الموجة العامة بدلالة المجال الكهربائي، معادلة الموجة العامة بدلالة المجال الكهربائي. بقى عندنا معادلة الموجة في الفراغ، في الفراغ إن شاء الله راح نشتقها بغير محاضرة. ومع ألف سلامة، ويا ربي نشوفكم بألف خير.